راعي الجائر، راعي الجائر جينا هنا لاكادير، درنا اجتماع في الغرفة، عيطنا على لي زيكسبير، سمعنا الرعاة، سمعنا كلشي، وقلنا غادي نديرو دراسة. الدراسة كملات، عاود جينا لاكادير، شفنا النتائج ديالها، خرج خدمنا على القانون، 4 سنين ديال الخدمة باش هذاك القانون يخرج، لأنه خصو يكون فيه يعني واحد الكونسونسيس، واحد الاتفاق على الجميع، خرج للوجود. من بعد باش تكونوا مرتاحين، يعني كاع لي تكس المراسم اللي هما خصهم يمشيو معاه راهما خرجوا، كلشي كامل. عندي اجتماع قبل ما نمشيو للعطله مع المديرين ديال الفلاحه هاد الجمعه ان شاء الله مع 11، باش غادي نتكلموا الجمعه الجايه، باش غادي نتكلموا على هاد الشيء ديال الراعي الجائر، وغادي تكون الانطلاقه ديالو في سبتمبر من مدينه اكادير للتطبيق ديالو ان شاء الله، لان كنعرف المشاكل اللي كاينه في المنطقه فيما يخص، كنعرف المشاكل اللي كتهم هاد يعني الشغل ديال الاركان وهاد الشيء ديال يعني الناس اللي كتدخل الاستغلاليات الفلاحيه وكتكفصها وهذا وهذا، هادشي كله غادي نوقعوا عليه وغادي نظموه وغادي نهيكلوه، غادي ياخذ الوقت ديالو، ولكن غادي نبداو في التنظيم ديالو.